مرحبا بكم أيها الرائعون. سواء كنت تبحث عن طرق لكسب أموال إضافية عبر الإنترنت أو عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو حتى هاتفك المحمول، استمر في ذلك فعام 2022 سيكون الأفضل في هذا المجال على الإطلاق. وفيما يلي 9 طرق لكسب المال باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن بعد هذا الفاصل من باينانس. يمكنك دائما البدء في الاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية عبر منصة باينانس العالمية. سجل مجانا عبر الرابط في صندوق الوصف وتمتع بميزات استثمارية رائعة. أولا، الاستفادة من فرص العمل الحر. هناك العديد من المنصات على الإنترنت التي توفر لك فرصة لكسب بعض المال الإضافي باستخدام المهارات التي تمتلكها بالفعل والمعدات التي قد تمتلكها أيضا. نحن نتحدث هنا عن العمل الحر، إنها طريقة رائعة للناس لكسب المال وكسب دخل جيد، كل ذلك من على أريكتك المفضلة. كل ما عليك فعله هو التسجيل في هذه المواقع، حيث يقدم بعضها اشتراكات متميزة لزيادة المبيعات ومنح الوصول إلى ميزات أفضل. من بعض هذه المواقع نذكر فريلانسر، أبورك، فايفر، تاسك رابت، خمسات ومستقل. ثانيا، الكتابة. للكتابة ستحتاج بالتأكيد إلى بعض المهارات اللغوية القوية لتكون قادرا على التأهل لوظيفة مؤلف إعلانات على سبيل المثال. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها بدء مسيرتك ككاتب: ابدأ مدونة، انشر كتابا عبر أمازون، اصنع محتوى، اكتب نصوصا لمنشئ الفيديو، اصنع محتوى مكتوب لوسائل التواصل الاجتماعي، ساعد في تسويق المحتوى. ثالثا، البرمجة. البرمجة أو التطوير كما قد يسميها البعض ستصمد أمام اختبار الزمن على الأقل في الوقت الحالي، لتكون واحدة من أكثر الطرق ربحا لكسب أموال إضافية أو حتى كمصدر رئيسي للدخل. يمكنك كسب المال من خلال برمجة مواقع الويب أو التطبيقات أو إنشاء منصات سحابية أو استخدام أنظمة برمجية منخفضة أو بدون أنظمة أساسية. رابعا، صنع المحتوى. لقد منحتنا الإنترنت العديد من المنصات التي يمكننا الاستفادة منها لكسب أموال إضافية، طبعا إذا استخدمناها بشكل صحيح. نحن نتحدث هنا عن منصات مثل يوتيوب، إنها طريقة رائعة لزيادة الدخل. خامسا، الـ NFT والعملات المشفرة. أصبحت بورصات الـ NFT والكريبتو واحدة من أسرع الطرق لتكديس قدر كبير من المال من خلال امتلاك وبيع الأصول الرقمية. سادسا، التسويق بالعمولة. التسويق بالعمولة هو نموذج إعلاني تدفع فيه الشركة للآخرين مثل المدونين للإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم وتحقيق المبيعات. سابعا، إنشاء مدونة. الآن إذا كنت كاتبا متعطشا أو كنت متحمسا حقا لشيء معين أو مكانة معينة، إذن كتعبير يمكن للتدوين أن يحقق دخلا جيدا من خلال الكتابة عن شغفك. فكر في موضوع وابدأ مدونة حوله. ثامنا، حاول الدروب شيبينج. لحسن الحظ منصة مثل شوبيفاي جعلت من السهل للغاية إنشاء وتشغيل متجر عبر الإنترنت. يمكنك من خلال هذا المتجر عرض وبيع بعض المنتجات الصينية الرخيصة من مواقع مثل ألي إكسبرس ودي إتش جيت وتسويق هذه المنتجات حول العالم. تاسعا، قم بإعداد دورة تدريبية عبر الإنترنت. إذا كانت لديك مهارة ويمكنك التعبير عن هذه المهارة فلا تنظر إلى أبعد من التعليم عبر الإنترنت. حقق التعليم عبر الإنترنت مع منصات مثل سكيل شير، كورسيرا ويوديمي نجاحات كبيرة في العامين الماضيين، مما أدى إلى رفع مهارات الأفراد من الدورات التي يمكنك إنشاؤها والكسب من خلالها. اكتشف أيضا ولا تنسى الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.